بونجور مشاهدينا. يي هاي كاتيا سافا؟ مش منتظرتيني؟ لا مش منتظرتيني لي سيربريز. سافا؟ انت منيحة؟ ماشي. شو بصرتي؟ لا ما بصرتي. أنا بصر. كانت مهضومة بس عم شوف العالم رائع. كيف عم بتلفن وهيك كانت كثير مهضومة. شعر حلو هيدي. ميرسي. كل إليغونس. ميرسي. حبيت لون شعرك باي ذا واي. غيرت. مغير. حلو. ثانك يو. غمقتي شوي. إيه غيرت الأحمر. إيه غيرت الأحمر. كنت عم بطلع عليكي قبل أنا عم بعمل ميك أب قلت الضو يا ما كاتيا مغيرة اللون طلعت مغيرة اللون. كاتيا شو على بالك نحكي اليوم؟ منيحة هيدي مش منتظرتيني ومتكلة علي لا مش معك اليوم حابة احكي عن ايفنت صار لاست ويك بامريكا بننطره كل سنة هيدا الايفنت فيديو ميوزك اوورد يلي اكيد بننطر السليبرتيز تنشوف شو لابسين قد ايه في جنون وقديش رايحين اكسنتريك لانه كان في تبديع هلا باللوكات حلوة الحلقة ايه حلوه الحلقه اليوم ما حنحكي حلقتي انا ايه ثانك يو رفعتها من هيدي المرحله تبين ثانك يو اليوم حنحكي ايفنت بيورلي امريكان يعني ما حنحكي فاشن بوليس ابدا عن حدا من لبنان كل التركيز حيكون برا كان في كثير غياب لكثير وجوه انا كنت معوده اشوفها مثل بيونسي مثل جيلو ما كانوا هالسنه بركي لانه ما بيكون عندهم ما بيكونوا مرشحين ليربحوا جائزه او مثلا بيكون ما عاملين شيء عمل جديد او هيدا اوكي بس كان في كثير حنحكي تقريبا عن 17 سيلبرتيز من جميعه بوكي كثير حلو عامله اكيد في قشه كثير حلوه واكيد في قشه ما حتكون ابدا حلوه شو منبلش يلا منبلش لينسي يلا هوني واو بلشنا بكارداشيان هوني عم نشوف كيم كارداشيان كيم كارداشيان حبل اول شيء تنقول شيز بريجننت اي ذاتس واي صدمتي شيز بريجننت كيم انا ما حسيت بس مش ظابطه لو بريجننت برافو عليكي مش ظابطه هيدا وقت انا ما بحب البريجننت ومن يكونوا عم بغطوا البطن بتحبي يبين البطن ناصحين كلهم سوا يعني ما بنتفع شيء ما بدل ما نبين جمال الحبال بنكون عم نعرض الجسم كله ايه مثل ما هون كثير مبينه بالصوره كانت كثير واضحه لابسه بالما وقت بتفكري كيم كارداشيان دغري بتفكري ببالما لانه كثير في اسوسياسيون كثير بتلبس بالما اللون ما كان موفق بليز اذا فينا نرجع شوي لورا اللون ما كان موفق الكات ما كانت موفقه هلا هي دائما بتحب تبين شيء من جسمها الصدر دائما بيكون اون فالور دائما مبينته هيك بس ما حبيت ابدا اللوك يعني كثير هيك معرضه مثل ما قلتي كاتيا من كل الميلات كان بفضلها كثير بغير يكون مبين اكثر بطنها وتكون على سكسي اكثر شوي بننقل لكايلي جينر يلي كمان الستيب سيستر لكارداشيان جيرلز كارداشيان سيسترز كمان عم نشوف انا عم بشوف كايلي جينر واختها كثير عم يمشوا على خطوات اخواتهم الكارداشيانز كمان عم نشوفها ببال ما حلو جسمها كثير حلو اني anyway. بس ما عم شوف عندها ايدنتيتي لحالها يعني وقتها بشوفها لابسه هيك شيء دائما بعمل بشوف كيم كارداشيان انا بيرسونلي عرفتي باللوك بالفساتين كيف الكت تبعتها هيدا القصير مع الكمام بس كانت حسن عندها شوي نفس البوستير اي بس جسمها كثير حلو باي ذا واي جسمها كثير احلى من كيم كارداشيان واطول وهي احلى كشخص بس انا بفضل هيك نشوفها بايدنتيتي صعب كثير تعمل ايدنتيتي لحالها بس انه بفضل شوفها بغير لوكات انا بس كمان كان انا حبيته هذا اللوك اني واي هون عم نشوف روكسي دياز لابسه لا سوري هون عم نشوف اف كي تويجز عم نشوف لابسه من عند فيرساتشي كثير حلو الفستان الكات تبعته بعرف هذا فستان هيدا فستان هيدا كومبي اول شيء بتشوفي كشورت كانه شو بيقولوا الكومبين شورت إيه وفوق الفوال بس من اللوكات اللي كثير حلوه بهيدا الايفنت الكات كثير حلوه فيري كلاسي يعني مع انه بنشوف سي ثرو عم نشوف في ترانسبيرنسي عم نشوف في هذا بس فيري ديسنت لانه الصدر مخبى حتى الشعر تركته مثل ما هي يعني هيك وايلد منكوش وهذا كثير حلو كان اللوك لا انا ما بعرفها باي ذا واي بيرسونلي لاف كي تويكس بس انه كانت موجوده ونحكى كثير عنها فستانها بننقل هون كمان عم تشوف كورتني كارداشيان اختها لكيم كارداشيان كمان عم نشوفها ببالما جامب سوت فيري سمبل لبقلا بس انه ما في شيء واو يعني ما بتطلع او شيء ما بشوف بالما بهيدي الكات ما بشوف انه بالما حلو فيري مش لمناسبه كانه ايه بشوفه اكثر خرج اقل من
فيديو ميوزك اوورد يعني هون بننطر لنشوف لبس شوية اكسسوارات ايه فيري سمبل حزينه كمان حسيتها شيء ساد عرفتي بركي ما كنت مبسوطه بحالي بس انه ايه انا كمان ما حبيتها ابدا بس اللون حلو اللون لبق لو هيك بس كنت بفضل شوفها بشيء اقوى اكثر كمان هون بس اشوف وين صرنا اخر صوره بهيدا الفايل لانه انا شوي ضعت بال ما بحب طول هالتنوره بالاسامي بالهيدا هيدا بس على الرسمه يعني على التيار بتحبيه بس على التيار بس ليكي حلو الكات كاتيا حلو حلو الكات بس هالطول حلو هالطول مع هالشو هيدا هيدا الطول هيدا طول التنورة أول شيء بده طول أيه. بدها الوحدة تكون أيه. طويلة هيدا هيدا بنشوفه كتير على كيم كارداشيان بتلبس كتير لتحت الركبة بس أنا حبيت كتير الكات على هيدا الفستان يعني كتير حبيته للفستان كتير لقيته ديسنت كتير لقيت هيدي الكات الحلوة هلا ديسنت without... لا مشينا مش ديسنت لا لأنه هلا رح تشوفي بعد أكتر بكتير ما بعرف عم بقول ديسنت لا الأشياء نسبية لا الأشياء نسبية قد ما حنشوف أشياء فيها كتير إكسنتريك كتير حلو الفستان فيري هيك انا حسيته اليجنت كثير انا بيرسونلي لقيته كثير اليجنت مع هالشعر المرفوع لورا مع الحلق كثير حلو كان اللوك yeah. هون خلصنا اول هيدا بوكي هيدا شو اول بوكي شو عم نشوف هلا عم نشوف انا عم نشوف انا سو كاتيا الغريب كمان كثير بهيدا الايفنت ما لقينا كثير للمصممين اللبنانيين نحن عاده بننطر هيك ايفنتات تنشوف في الي صعب دايما في زهير مراد في لهلا سمبل لبساتين يعني مش حيضلهم سمبل حيضلهم سمبل عم نشوف الترند عم تتغير من الشك ومن الاشياء الكتير هيك بنحسها البايات والستراس كثير عم بتروح التندانس على السمبل اكثر which is انا بفضل اكثر بس كان في غياب كثير لمصممين لبنانيين بس عم نشوف فستان واحد لنيكولا جبران هلا حنشوفه بعدين مرت الجاي خلص بيكونوا زبطوا دغري شو مصممين لبنانيين بيكونوا لحقوا دغري بس السنه الماضيه كان في اكثر باي ذا واي ما بعرف هالسنه لا هون عم نشوف صوره لتايلر سويفت تايلر سويفت من عندها من احلى الاسامي اللي بتشوفيها هون لابسه لاشيش اشيش هو كثير اكسنتريك هيز بريتش ديزاينر هيدا اللوك ما كان موفق ما كان اوريجينال يعني اوريجينال البانتس البانتس هو دائما اوريجينال يعني دائما عنده اشياء اوتستاندينج بس كمان كنت بفضلها بغير لوك لهيدا الايفنت يعني البنطلون حلو والكروب توب حلوه بس مش لهيك ايفنت يعني معودين عليها بلوكات بتطير العقل نو بس هي كثير حلوه لقد ايه حلوه anyway بس انه كنت بفضلها بغير شيء انا ننقل The famous جيجي حديد بلابسي اميليا ويكستد ما بعرفها كثير عملت ريسيرش عنها بس جيجي دائما معودتنا على شيء بياخذ العقل anyway جسمها كثير حلو شيء زي موديل ما بدنا ننسى اللون المناسب اللون او شيء البرونزاج الكثير حلو اللون الكثير حلو عم تشوف الفستان كانه بادي اول شيء وبعدين بيركب له الفوق الفوال مش الفوال اللي بيكمل الفستان اللون كثير حلو عم نشوفها بشعر لو كان مسكر كان رح يكون حلو يعني مش ايه بس هيك كثير احلى أكيد حلو هيك كثير احلى كمان يعني هو الفستان حلو اصلا هو الفستان كثير حلو ولبق له كثير الكت اللي على البريست على البواترين فوق بياخذ العقل شعر بيرفكت 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 يعني انا اصلا دائما وقتها تكون جيجي بالايفنتات دائما بيكون عندها من احلى الاطلالات يعني بتعرف تشتغل هيدا اللون منه كثير متداول يعني منه كثير هيدا عن متعد ما عم نشوفه مش متعد مش اصفر مش متعد ايه ان بتوين بس كثير لبقله كثير حلو مع شعره وهيك كان بيرفكت لوك لجيجي اوكي هون عم نشوف دامي لوفاتو هيدا الفستان عم بقول لك لنيكولا جبران هيدا الفستان الوحيد يلي انلبس لديزاينر لبناني انا بيرسونلي ما حبيته كثير معرضه عرفتي يعني الفستان هلا معودين مش ستايله اصلا نحن معودين على نيكولا جبران على فساتينه الهيدا الستاندرد الضيق القصير مع الكمام بنشوف كثير انلبس منه بس انا لا إلا كنت بفضل غير لون غير كات يعني ما كثير لبقلها حتى مش لعمرها ايه ما كثير لبقلها يعني معرضه كثير معرضه هي جسمها كثير احلى من هيك هي عندها جسم كثير حلو جسمها كثير احلى من هيك هيك حسيت كان في يكون غير فستان مع انه حلو الفستان اذا بتطلعي فيه لحاله حلو بس وقت بنحكي نحن دائما وقت يكون ملبوس حسب مين لابسه بياثر كثير بقى هون ما كان كثير موفق اللوك لدامي لوفاتو
هون عم نحكي عن سيلينا جوميز. اكيد كلنا بنعرف سيلينا جوميز. سيلينا جوميز كانت لابسه لاسيكي لكالفن كلاين، كثير كانت اكبر من عمرها، كثير اسود، كثير اسود، وش يعني الشوز اسود، الكثير مغطى الفستان، شعرها اسود، ما في جولري ولا اكسسوار، مفرفح شوي. بصوره من الصور اذا بتطلعي اون دو تروا، ثالث صوره حتى مبين بطن، يعني انا ما بعرف اي واز داوتينج اذا حبلة او ما منها حبلة، لانه كثير مبين لحتى بطن. الكوب مش ابدا مش منسق ابدا الفستان بولا طريقه لجسمك لجسمها لسيلينا. سو ابدا ثامز داون، يعني مبينه عمرها كثير اكبر مما هي عمرها، لانه كلها هيد تو تو منه ظابط اللوك هون. لت كثير حتى هن ما بيزبط معهم اللوك اوقات، هيدا دايما بنقوله. هلا بس عم ظابط معك اللوك شو بتعمل؟ هلا حنحكي فيها بس نخلص هيدي الصوره. هون عم نحكي عن نيكي ميناج، اكيد نيكي ميناج هي كثير سبيسيال، اكسنتريك حلو، اللون الفستان كثير حلو، ظاهره من شي فيلم من شي، ايه اللون كثير حلو، فيري سكسي فيري سكسي. بس انا قد ما بشوفها اكسنتريك لنيكي ميناج وقد ما بشوفها هيك على بتروح اكثر على المحلو، لقيته هيدا مناسب لها بهيدا الايفنت. عرفتي شعرها كثير حلو، الاكيد البواترين مبينه، بس انه اول ان اول الفستان الكوب كثير عمل لها جسمها حلو، يعني عارفه لابسه مضبوط الكوب اللي بتناسبها مع جسمها. هون لنرجع لكاتيا، شو كنت عم بتحكي انت عن قصة انه الواحد بيقوم اوقات مش زابطة معه، كلنا بتصير معنا، يعني حسب بتكوني هيدا، بس انه وقتا منطلع على العلن ما فينا نغلط، يعني بدك تصيري بتقولي انا اليوم عصبة، انا اليوم مش طايقة الدنيا، انا اليوم مش طايقة شكلي. لا هي انكونسيامون، يعني ما بتكون فكرت كثير، ايه بس ليك يمكن تكون لقيتهم حلوين بس لانه نفسيتها مش مرتاحه مش مضويه بتكون ايه. بس وقتها بنحكي عن هيك ايفنتات، يعني بننطرهم من سنه لسنه، بدنا نجرب تكون النفسيه احسن، حدا ينقي لنا التيم او هيدا. هون كثير مهم يكون في فاشن ستايلست، يعني دايما احنا او فاشن كونسلتنت، كثير مهم لا يعمل هيدا الدور يلي انت، يعني وقتها نكون هالقد على العلن وهالقد ايفنتات كبيره، في فاشن ستايلست شغلتهم بيعرفوا المود اللي انت بدك تكوني فيه، بيعرفوا شو لازم تلبسي، اللون، الصوره اللي انت اللي بدك تظهري فيها. يعني ذاتس واي دائما انا بقول الفاشن ستايلست والكونسلتنت هو كثير مهم لكل اطلال. اكزاكتلي. عندنا هلا بعد شو عندنا بعد؟ واو، ريتا اورا. ريتا اورا رح نشوف لها بتصور ثلاث لوكات، غيرت ثلاث مرات. هيدا الفستان لبسته ألكسندر فوتيه، بياخد العقل هيدا الفستان. انا بين ثلاث لوكس حنشوفهم لها، هيدا ذا بيست وان. بس اعطونا اياه اكبر، فينا تعطينا اياه لينس اكبر؟ هيك مش قادرين نشوفه منيح. Yeah. اوكي هيك بين. اوه رائع رائع، ما هيك كتير. هيدا الفستان الشعره البونيتيل كانت كثير رابيل على الدريب يلي على الخصر، على الخصر اللون الابيض كثير بيلبق مع هل هيدا مع الكت اصلا. الكسندر فوتيه، ايه الكسندر فوتيه الكولكشن تبعته كثير حلوه دايما. الكتاف شفتي كيف من هون الايبوليت مع الكمام، قد ايه سكسي هالفستان، بس قد ايه ديسنت بذات الوقت. بس عنده هيدي الكوب اللي بتجي كثير اشانكري لفوق. هيدا من احلى اللوكات كان ومن احلى اطلالات ريتا اورا لريتا اورا بهيدا الايفنت. بعد عندها اثنين اوكي، هون انخلطوا شوي. هلا حنشوفوا الاسود لحاله كمان فيرا وانغ، وهيدا ثالث لوك طلعت فيه كمان فيري فانكي، غيرت ثلاث مرات، هي كمان فيري فانكي وفيري ستايلش. الفيزو لا، هون نقلنا كثير، صرنا كريستي تايجن. اوكي بس بعد في صوره لها قبل ما نرجع. اوكي هيدا اللي بلشت فيه، اللي افتتحت فيه الميوزك فيديو اووردز، هون لابسه لفيرا وانغ. اذا بدنا نعمل كومباريزون، هيدا كمان كثير حلو الفستان، بس هون مبينه اقصر منصحه كثير، منصحه الفستان كثير مبين اشياء، يعني الصدر كثير مبين. نو حلو، بس يمكن لو ما لبست هيدا لو ما لبست هيداك كان عطى كثير، هيدا كان مش الحال كثير، بس هيداك كثير غطى. سو فينا ننقل بس بذات الكاتيجوري. اوكي هون عم نشوف امبر روز وبلاك تشاينا لابسين لحدا اسمها ذيز بينك ليبس. ذيز بينك ليبس
هدفها تطلع المرأة سكسي. هي هيدا الهدف تبعها. بس انا ما شفت كثير فاشن يعني اند سكسي. ماني شايفه شيء من الهدف ولا انا غير انه كثير بشع. هلا امبر روز بدنا نقول شغله هي فيري اكسنتريك هي كشخص وبتحب هيك تعمل شوك بس ما حلو ابدا يعني لا الاثنين منهم حلوين منه حتى شوك قامش بولا طريقه. هلا بركي المساج هن بده يكون حتى المساج بشع انه جاست تو بي سكسي جاست تو بي فاشن المظاهرات ما هيك ببينوا بكل الشعارات بكل الشعارات بركي المساج حتى المساج ما كثير حبيته انا لانه اختنا نحن ما عم نسوق برودوي نحن المره منا برودوي نحن عم نسوق للتياب حتى المساج من التياب منه حلو ابدا سو كان ثامز داون كثير ما حبيته ابدا بس بدنا نقول لكريستي تايجن كمان The beautiful Chris Tagan لابسة ماركيزا بتعقد أصلاً كمان دايماً مننطر إطلالاتها ودايماً عندها beautiful body beautiful body دايماً بتعرف تلبس لجسمها دايما عم نشوفها كثير عاده بزهير مراد انا كنت عم فتش عليها قلت اكيد حتكون لابسه زهير مراد ما كانت لابسه هالمره زهير مراد بس الفستان اسود هال ترانسبيرنت سوري الشق لفوق فيري كلاسي بس هي غريب انه ولا حدا لابس لمصمم لبناني ابدا ابدا بس كان نيكولا جبران شفناها بس نيكولا جبران كان شيء بالنسبه لي شوكان لانه صرنا عم نشوف اللبنانيز ديزاينرز بكل اطلالات السليبرتيز برا بكل الايفنتات ما كان هالمره ابدا بعد منكمل هون عم نشوف كيارا كيارا يا كيارا كيارا كمان لابسه الكسندر فوتييه بياخذ العقل لبسته بس هلا حتشوفي شيء بيشبهه ده شعر كثير يعني لابق مع ستايل ظابط مع ستايل الفستان لابق مع ستايل الفستان هي اصلا كثير بتعرف بتعرف تحط حالها انفالور شوز اللي لبسته مع هالبوند اللي بتطلع شوي لفوق ليك لانه هلا حتشوفي وعامله كومباريزون ثاني كثير حلو حتنبسطوا فيها كثير الاسود كيف كمان كيف مفتوح عم نشوف الشورت والسوتيان والتوب من فوق بس هالفرنجز النازله قد ايه حلوين بننقل لدغري وراها لسرايا ماكنيل لابسه ايرفي ليجي لو ميم ستيل ما لاحظت لو ميم ستيل صحيح لو ميم ستيل بس اكيد ديفرنت اكثر الفستان هون الشوز عالي كنت بفضل يكون كمان سكربيني اكثر شو بيسموه اسكاربان او اني ثينج او صندال بس ما كنت بفضل ابدا مع هيدا الشوز لانه التنوره الفرنجز كثير واصلين طوال مع هيدا بده طول كثير سو ما عطي مدى كثير للاجرين كثير حلو كمان ايرفي ليجي كمان انصدمت انه ايرفي ليجي نحن معودين ايرفي ليجي الكتات دائما معودين على نوع معين على الفساتين ايرفي ليجي معينين هيدا كان شوي اوت اوف ذا بوكس كمان كثير حلو انا حطيت هدول الصورتين حد بعضهم بس اذا فيكم تشيلونا شوي من الكادر حتى يطلعوا الصورتين ليك قد ايه بيشبهوا بعضهم الفساتين انا لدرجه اول شيء فكرت واحد بطول واحد بالعرض غير انه ايه بس اول شيء فكرت للسيم ديزاينر انه لابسين بذات الايفنت للسيم ديزاينر بس نو كل وحده شيء بس من احلى الفساتين اللي لبسوا لهيك ايفنت ما نقول شغله كاتيا الميوزك اوورد حلو يكون فيه فن كمان يعني مدى فينا نلبس فن منه مظبوط اتس شو يعني ما عم نروح نحن هون اكيد مش اوسكار ولا شيء اتس انه شو حلو مبين حلو يكون سكسي ما ضروري يعني شو كانوا لابسين هدول الاثنين سبيسيفيكلي كانوا كثير مناسبين للايفنت بعد في عندنا صوره بهيدا هون كانت الشيء اللي ما ظابط ابدا بريتني سبيرز ما عرفتها حتى عامله كثير بوجهها اول شيء كثير مغير تعبير وجهها كثير شاده يعني ما في خبرك قد ايه لعبه بوجهها حتى الفستان لبسته لبورجوازي ابدا منه ظابط هي ونيكي ميناج اصلا لبسته لبورجوازي منه ظابط لا اللون ولا كت الصدر وعلى البطن من هون نو مش سكسي منه سكسي ابدا هيدا وقتها بنقول انه فينا نطلع فينا نلبس اوقات اشياء سكسي اي هلا ما في شيء بيرسونال الحمد لله ما بيعرفونا بس فينا نلبس سكسي اخذين راحتنا كثير فينا بدنا نعرف شغله انه اذا اوقات كثير نحن براسنا السكسي عم بيكون كثير بشع عم بيكون كثير فيلكير هيدي هي اكيد قصدها بركي تطلع سكسي انه على الصدر مفتوح ومن هون يعني مثلا هون منجي للتباديع لمايلي سايرس انا مايلي سايرس فور مي ذا ديزني جيرل
ديزني تشانل هي اطلقت شيء اسمها بايلي سايرس. باي باي ديزني، باي باي ديزني، ويلكم مايلي سايرس ذا فالجر. بدها وانا بي سمون ايلس، يعني ما بعرف شو عم تعمل، بدها تكون مادونا. مش فترة وما رأيت، لا خلص. بدها تكون مادونا، بدها تكون ليدي غاغا، بدها تكون كذا حدا بذات الشخصية. هيدول هيدول بذات الايفنت، فينا نلبس هيك بذات الايفنت. فينا ما نطلع. هيداك فيرساتشي عمل لي اياه، وهيدول ما بعرف، ما كنت حتى بدي اعرف مين لأنه كثير بشعين. فيك تمضيهم مايلي سايرس. مايلي سايرس سو هيدي كانت كان الايفنت حبيت احكي عنها. يعني انهيها هيك، انهيها بفستان حلو. انهيها فيكي. ميرسي. ثانك يو رولا، اكيد بانتظارك بحلقة جديدة، هلا وقفة بنكون مع صحة، خليكم معنا.